السلام عليكم، كيفتم؟ لاباس عليكم؟ صحة لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد مع وصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم حلوة الغريبة ديال اللوز، كتجي خطيرة البنات، كتجي صراحة لذيذة بزاف ومقرمشة، وفيها واحد التعليكة خاصة هاد الغريبة انا كنحماق عليها، نتمنى تعجبكم. وكتجي ناجحة 100%، واهم حاجة هي كتجي ساهلة، يعني ما فيهاش شي مقادير كثيرة وما فيهاش شي تعقيدات، يعني من اول تجربة غادي تصدق لكم. وصف البنات باش ما نطولش عليكم اكثر، بالنسبه للمقادير عندي هنايا 250 غرام ديال الزبده، نوعيه جيده يعني زبده حيوانيه، كما شفتوا عملت قبيصه ديال الملحه، كاس ديال العنبه ديال السكر، كاس ديال العنبه ديال الزيت، لافاني الخميره، جوج كيسان ديال اللوز شويه مسهط في المقيله، ومهرمش كما كتشوفوا بالقشور ديالو. مقادير بساط بزاف، غنخلي لكم المقادير في صندوق الوصف باش يبقاو لكم، يعني الا بغيتوا تهزوهم يجيكم ساهل. وصافي البنات كما شفتوا عملت هنا الزبده مع السكر والزيت والملحه ولافاني، وغادي نخلط كل شيء مزيان. بالنسبه للزبده خصها ضروري تكون بدرجه حراره المطبخ باش كتجينا ساهله في الخدمه، يعني كنخدموا هذه الزبده مع الزيت حتى كتولي على شكل بوماد. وصافي البنات كما شفتوا غادي نبدا نخدم ديك الزبده مزيان مزيان حتى كتولي لي على شكل كريمه، يعني ما كتبقاش فيها التكويره، وحتى ديك السكر كيذوب، يعني السكر انا استعملت سكر سنيده، يعني ضروري خصني نخدمو مزيان باش يدوب ليا. الا كنتو غتستعملو السكر كلاصي حتى هو راه كيجي مزيون، يعني صراحه انا كل مره شنو كنستعمل، هاد المره استعملت السكر سنيده، ولكن ما كيجيش زعما شي فرق باين. اللي بغيتو تعملوه عملوه، الا السكر السنيده كيبغي شويه الخدمه، يعني تبقى تخدمو في ديك الزبده مع السكر حتى تحسو بديك السكر بدا كيذوب. صافي هذا هو. وصافي كما شفتو البنات بعد ما خدمت مزيان مزيان السكر، ضفت ديك جوج كيسان ديال اللوز. اللوز ما كنطحنوهش مزيان، كنبقى في ديك شويه مهرمش باش مع العطه ديال الحلوه كتحسي بديك القرمشه ديال اللوز. وصافي البنات غادي نبدا نزيد الطحين بشويه بشويه، يعني الطحين على حسب الخليط، غادي نبدا نزيد الطحين بشويه بشويه. وصافي انتما تشوفوني كنزيد الطحين بشويه بشويه تنحسي واحد الخليط، يعني انتما تشوفوا القوام ديال الخليط كيفاش كيجي، ما كتكونش العجينه اللي هي قاسحه وفي نفس الوقت ماشي خفيفه. صافي غنزيد ديك الخميره ديال الحلوه. بالنسبه للخميره كما قلت لكم انا عندي هنايا 15 غرام، عندكم الخماره الصغيره ديال 7 غرام ضيفوا جوج، عندكم الكبيره راه كضيفوا وحده كما عملت انا. صافي غادي نخلط مزيان مزيان ديك الطحين مع الخميره، مهم حتى نجمع الخليط ديالي. وصافي هاد الحلوه هادي البنات ساهله، هاد الغريبه وصراحه كتجي ناجحه 100%. وديك المذاق تقدروا البنات، دابا انا استعملتها باللوز، تقدروا نفس الشيء غادي تعملوا الكاوكاو، ما كاين حتى شي مشكل، تقدر تعملوها بالكاوكاو حتى هي راه كتجي بنينه ان شاء الله. دابا شي نهار نشاركها معكم في شي فيديو. وصافي البنات كما شفتوا انا بعد ما جمعت الخليط على هذا الشكل، شوفوا البنات كيفاش كيكون القوام ديال العجينه، يعني غير غتبقاو تقيسوا العجينه وكتكور لكم صافي بركه عليها الطحين، ما تبقاوش تضيفوا الطحين حيت شحال ما ضفتي له الطحين راه مازال غادي تهز الطحين، غير نتوما جربوها فاش غتجبروها كتكور بهذا الشكل صافي بركه عليها. صافي كنبدا نكور على هذا الشكل، الغريبه شويه كتعجبني انا تكون كبيره شويه. القياس نعملوا القياس اللي بغيتو، انا عطيتكم هذا القياس، هذا هو اللي كيعجبني انا في الغريبه تكون شويه هيدا يعني كبيره وكتجي باينه في المنظر، كتجي زويونه. وصافي بغيتو تعبروها عبروها، انا عملت غير عيني ميزاني صراحه، ما عبرت حتى شي حاجه، غير نتوما الا كان عندكم العبر ديالكم في اليد راه كتجيكم كامله الحلوه فحال فحال بلا ما توزنوها لا حتى شي حاجه، والناس اللي بغاو يوزنوها يوزنوها. صافي غادي نبدا نكور بحال هكذا ونصيفط السكر كلاص هنكورها ونحط هايدا في السكر. وصافي البنات غادي نفندها مزيان مزيان في السكر بحال هكذا، غنحاول نضربها واحد شويه بيديه بحال هكذا كما كتشوفوا، المهم الفيديو راه كيوضح راسو، يعني كنلبسها بالسكر مزيان مزيان. وصافي البنات بحال هكذا، وغادي نبدا نستفها في سينيه، نحاولوا ما نلصقوهاش هي وحده حده وحده حيت هي شويه كتكبر في الفران، يعني خلي واحد شويه بيناتهم ديال المسافه، مهم كما شفتوا الفيديو كيوضح راسو. وبالنسبه للناس اللي ما كيعجبهمش الحلاوه، هي صراحه ما كتجيش حلوه بزاف، كتجي هي هذيك، ولكن الا بغيتوا تنقصوا من الحلاوه حيت هي كنفندوها في السكر، تقدروا تعملوا الكاس لارب، يعني من داخل فيها تعملوا غير الكاس مع عمرش ديال السكر. اما بالنسبه للناس اللي غيستعملوا السكر كلاصي، دائما كما نتوما عارفين السكر كلاصي ما كيكونش حلو بحال السكر سنيده، الناس اللي ما كيبغيوش الحلاوه يستعملوا السكر كلاصي فيها من داخل. وصافي البنات كما شفتوا بعد ما فنتها كامله هيدا في السكر،
عملت انا فوق الكاغيت انا ديال الفران، كنفضل دائما الحلوى نعملوها فوق الكاغيت صراحة. كتشي صراحة هاد الكاغيت كيعاون بزاف بزاف، كيخليك هانية، ما كتخافي على الحلوى ديالك لا تهرس لا تلصق لا حتى شي حاجة. خديت هنا اللوز البنات اللي مسحته مزيان مزيان، ما محمر ما حتى شي حاجة، غير مسحته واحد شوية وصافي. بديت كنحط كل حليوه فوق من اللوزه وكنتكي عليها غير شويوش، يعني ماشي بزاف. المهم راه كنتوما كتشوفوا حال هكذا. وبالنسبه للفران يعني فاش كنكون غير كنبدا نكور في الحلوه، كنشعل الفران ديالي سخون ضروري. الحلوه ديال الغريبه يكون الفران سخون. فاش كندخل الفران كنشعلو غير من الفوق، يعني فاش كندخل الحلوه ديالي الفران كنخلي لها العافيه غير من الفوق حتى كتشقق ليا، عاد ديك الساعه كنطفي الفوق وكنخليها تكمل الطياب ديالها من تحت. ضروري كنطفي الفوق فاش كتشق، باش ما يتبدلش اللون ديالها وتجي لي محروقه من الفوق ومن تحت ما طايباش. صافي البنات، ها الحلوه ديالي بعد ما خرجتها من الفران، كما قلت لكم دخلت على درجه الحراره 180، الفران اللي كان سخون شاعل من الفوقي. فاش الحلوه تشقت ليا وخدات ليا الشكل اللي بغيت، طفيت عليها من الفوق وخليتها تكمل الطياب ديالها غير من تحت. نتمنى البنات يكون وضحت لكم مزيان، يكون الفيديو خفيف وظريف على قلبكم. دابا غنهرس لكم وحده باش تشوفوا القوام ديالها من الداخل كيفاش كتجي. وصافي البنات، ها كيفاش كتجي عن قرب، صراحه كتجي غزاله، غير جربوها. وتا ديك اللوز كما شفتوا كياخذ ديك القرمشه ديالو، كيجي محمر. وصافي انا هرست لكم وحده راه كتجي غزاله بزاف. المهم ما بقاش نشكر لكم فيها، تجربوها وتعرفوني على من كنهضر. وصافي البنات، هنا كيسالي الفيديو ديالي، نتمنى يعجبكم. الى عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الناس اللي كتعرفوه مع احبابكم، وشكرا لكم على المتابعه والتتبع. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو جديد مع وصفه جديده، وخليت لكم الراحه والسلام عليكم.